انتوا مين اللي بعت لكم التسجيل ده؟ هو ده كل اللي همك؟ مش فارق معاك اللي اتقال؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ زياد معلوش لوم في اي كلمه يقولها بعد اللي سمعناه كلنا يا رحيم. كنت عارف يا رحيم ميداليا اللي كانت ورا قتل اختك. بصري بصري، ده انت ابني، بفهمك من نظره عينيك. رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ يابا داليا ما قتلتش. يبقى كنت عارف، عارف مين اللي ورا قتل اختك وساكت. ومش بس ساكت، ده انت كنت عاوز تتجوزها كمان. يا خساره، انا مش مصدق. انت رحيم ابني، انت ابني اللي انا خلفته وربيته. انت اوام نسيت اختك يا رحيم؟ اللي بلغ الحكومه ما كانش عايز حد يموت. كده بقى يبقى نسيت اختك يا رحيم. واذا كنت انت نسيتها، انا مش هقدر انسى بنتي ولا اقدر انسى حفيدي اللي يتيتم من ابوه وامه بسببها. انا طاري مع البنت دي يا رحيم وهاخده منها. محدش هيلمس شعره من داليا طول ما انا عايش. بتقول ايه؟ انت بتتحداني يا رحيم؟ هتقف قصادي عشان تحمي اللي قتلت اختك؟ يابا داليا ما قتلتش، دي كانت غلطه. واللي بعت التسجيل ده قصد ان هو يفرقنا، وده اللي لازم نفهمه ونقف قصاده. اناني، هتفضل طول عمرك اناني. زياد فوق لروحك، انت بتتكلم مع خالك. انت اللي لازم تفوق يا رحيم، انت اللي لازم تفوق وتحس بالنار اللي قايده فينا كلنا. عارف يعني ايه اسمع بوداني ان في حد قتل اخويا؟ بلاش انا، زياد. عارف يعني ايه اسمع ان في حد قتل ابوه وامه؟ عارف ولا مش عارف؟ ترى ابويا وامي هاخده من اي حد، حتى لو كان مين. والله كبرت يا زياد، واول ما عروقك نفرت واتشدت اتشدت عليا انا. مش كنت بتقول عليها بلطجي ورد سجون ومقضيها بدراعي؟ ايه دلوقتي عايز تبقى زيي؟ زياد مش زيك ولا عمره هيبقى زيك. زياد احسن وانضف منك بكتير، اوعى تبقى زيه. خلاص بقيتوا كلكم ملايكه، ورحيم بقى هو الشيطان. قاعدين تحاسبوني دلوقتي؟ محدش فيكم غلط غلطه واحده في حياته. جه اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم، وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. وما تقولش كده يا حاج. اوعى، سيب ايدي سيب ايدي. انت اللي بتختار رحيم. ايوه انت اللي بتختار، وهي بدأت بحلمها. خاف بقى على الباقي. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا، امال رايحه فين طيب؟ مالكش دعوه، وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوه. طب هقابلك هنا تاني بكره؟ تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني ارجع مصر في الوقت ده تحديدا؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقه. ياه، تحبها قوي كده؟ لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط، واحنا بس اللي لازم نتحمل ثمن الغلط ده، لكن انت لا. محدش دفع تمن من عمره قدي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص، محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد، ما تسافرش. طب هقول لك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني، ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليكي، سيبيني اسافر. واهون عليك؟ اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش، ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح
انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبهوش يمشي يا رحيم عشان خاطر يا ولد. حاولي يا نهار اسود، الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا، في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قصدها، في حاجه تانيه. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ انا من رايي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني، ساعتها هتعرفي اذا كان باقي عليكي ولا لا. الحمد لله جدك احسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم، كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه؟ عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكلة اللي ما بيني وما بين ان اخد طرب ابويا وامي رحيم، والمشكلة اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم ملوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها؟ ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دافعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمة؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ سامحيني، أنا مش مظبوط خالص اليومين دول. أنا عمري ما زعل منك أبدا. أنت ما تعرفش أنت إيه بالنسبة لي. رحب، أنا حاسس إن أنا بتغير، حاسس إن أنا بقى بني آدم تاني. أنا بقيت أكره كل الناس اللي قريبين مني. أنا لازم أمشي، لازم أبعد عن هنا. أنا هسافر يا رحاب، هسافر قبل ما ببقى بني آدم تاني أنتي ما تحبيش تشوفيه. أيوة يا رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاج اللي حصل. طيب ايوه بس انا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامه. في ايه؟ شكلها كده مصيبه جديده. رحيم، هو انت هتقف قدام ابوك؟ حتى انت يا هشام، ده انا قلت انت الوحيد اللي هتفهمني. افهم ايه؟ افهم انك عايز تسامح واحده كانت سبب في موت اختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ وانا مالي احط نفسي ليه مكانها؟ أنا كل اللي يخصني في الموضوع ده إن دي كانت السبب في موت أختنا. أيوه بس ما كانتش عارفة إن كل ده هيحصل. رحيم، هو أنت كنت ناوي تتجوزها؟ إيه كنت دي؟ طب يا رحيم، أنا هقول لك كلمتين من أخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحدة غريبة، ده كان هيبقى تصرفك؟ أيوه بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي، يعني انت عايز تجيبها بيتنا ونبقى احنا قاعدين مع مرات اخونا اللي كانت سبب في موت اختنا، موت اختنا حتى لو مالهاش ذنب. تفتكر ازاي هنتعامل مع بعض؟ اديك سكت، يعني ابوك كان عنده حق. فكر في كلام رحيم.
عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما هو ده السؤال اللي أنا جاي أسأله لك يا رحيم. أنا؟ أنت قصدك إيه حاجة بالظبط؟ أصل مش معقول يعني أنا أو رجالتي هنسلم البضاعة للحكومة. وأكيد مش أنا. أنت عارفة رحيم السوفي كويس. ما أنا عشان عارفاك كويس جاي أسألك. مش عايزة أعمل أي تصرف إلا ما أتأكد منك. أكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجة، البضاعة أول ما بتوصل المخازن رجالتي مالهمش دعوة بيها. يعني إيه؟ يعني شغلي وعملته. التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم. بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري. أنت عندي حاجة كبيرة أوي.